السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم، ومعكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق شافعي الكبير. اليوم احنا عندنا مقام اللامي ومقام العراقي معروف في العراق، وهذا المقام بعدة آراء، من ضمن الآراء أنه القنبنشي عاف والده في مطرب المقام العراق الأول طبعا محمد القنبنشي، عاف والده مريض في بغداد وذهب في حفلة إلى لندن، وهناك بلغوا بخبر وفاة أبوه، فبدأ يلوم نفسه من اللوم والولولة، فمن خلال ذلك طلع عند هذا النغم وسموه لامي من خلال لوم النفس. هناك عدة آراء، هناك دورات موسيقية أونلاين اللي هي 8 محاضرات شهريا، اللي يحب يشترك موجود رقم الهاتف أو الواتساب أسفل الفيديو، وأهلا وسهلا بكم، واللي يحب بغداد أنه أجي أدرسه أيضا أهلا وسهلا بكم. أول ما تبدي بسلم اللام الناس تقول من مين، يعني شفتوا باليوتيوب يقول من مين، زين هو المقام مقام نحن بالعراق، أنت من غير دولة تقول من المين، فهو من ري مي فا صال باو، ياخذ سي بيمول، مي بيمول لا بيمول، ري مي اصبع اول فا طبيعي، صال لا بيمول اصبع اول، سي بيمول اصبع ثالث، ري ري دو سي لا صال فا مي ري، البداية بالصعود ياخذ كرد على الري وبعدين ياخذ كرد على الصول. المقدمه مالته مال اللامي، هسه احنا بدينا السلم ر ر ر ر ب ف ص ص ل ل س س د ك ر ر ر د ك س س ل ل ص ص ف ف م م ر، انتهى. تبدي من المقدمه ر، احنا شو نسوي بعدنا العازفين، انت ايش تقول م ف ص لا صل فا صل فا صل فا مي فا مي صل فا مي مي ر ر اس اس لا سي دا دا سي دا ر سي سي لا سي دا لا دا سي لا لا صل صل. ورا هذا الموضوع المفروض يجي تقسيم، فلذلك ان شاء الله ما قصرت من هذا المقام، لكن مثل الدوره تاخذوه بتفاصيل اكثر، وشرف لي الكبير اخواننا الاعزاء وعذرونا من التقصير، فلا تنسوا اللايك والاشتراك، وايضا اللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه، هذا مقام جميل، مقام بشجن، انا بطلابي ايضا يعني من اطي هذا السلم واطي المقدمه، اطي معاه تقاسيم حتى تكون واضحة، وموجودة عندي بالفيديوهات في قناتي واحدة من الأمثلة على هذا المقام اللامي اللي هي يلي نسيتونا يمتى تذكرون، موجودة أيضا. فشرفي لي كبير وتحياتي لكم، انتسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية شرف إلي الكبير، تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.